في فرق ما بين الصبر وما بين التحمل، ويمكن انت كنت ذكرتي ده. مظبوط. فاشرحي لنا كده الجزئيه. طيب دي عشان اوضحها خلينا ندي مثال. دلوقتي انا فلاح فاخترت بذره معينه، والبذره دي رحت حطيتها في الارض وبدات ان انا ارويها كل يوم الصبح، بنزل ارضي عشان اروي البذره بتاعتي. عشان ايه؟ عشان في الاخر تنتج لي زرع. تمام. فانا اثناء صبري على ان الزرعه تنبت، اولا كان اختياري صح ان البذره تكون صالحه، ثانيا راعيتها وراعيت اتجاه الشمس وراعيت السماد اللي بحطه لها. فانا مش معنى الصبر هو انك ما تعملش حاجه، لا، في فرق. الصبر هو انك تشتغل وتعمل حاجه مفيده اثناء صبرك. ولكن التحمل انا بقعد مغلوب على امري بتحمل الصعقات اللي بتجيلي، لكن ما بعملش حاجه. فبيجي وقت ايه؟ انفجر. فليس الصبر معناه ان انا اقعد ومكتف الايدي ما بعملش حاجه، واقول انا صابر ومتحمل واخد بقى على دماغي بقى وانا متحمله وخلاص. لا، يعني مفهوم خاطئ عن الصبر. يعني انت مش شايفه ده مفهوم خطا للصبر طبعا. يعني انت شايفه ان التحمل لازم يكون بمقدار معين او للاغه معين؟ لا، انا شايفه ان التحمل مفيش حاجه اسمها تحمل. مفيش حاجه اسمها تحمل؟ لا، ما تتحملش. يعني ما تتحملش؟ لا، ما تتحملش. اجتهد، عدل، يبقى كده انت بتصبر. ده مفهوم جديد بقى خالص علينا. شفت الكتب النفسية حلوة ازاي؟ ده مفهوم جديد بقى علينا خالص. أي حد لأنه المفهوم الشائع اني مطلوب مني اتحمل، بس مش مطلوب مني اتحمل قوي. انت شايفة ان التحمل لا، انت اصبر بس ما تتحملش. هو الناس بيتحملوا فبيجي وقت ينفجروا، لكن انا عايزاهم يصبروا الصبر الجميل اللي هو الصبر اللي فيه فعل. ايوه، عشان في الاخر يلاقوا اصل ربنا وعد، قال ان في صبر يبقى في وعد الله حق. ده الواحد تحمل كتير قوي. لا، اصبري بقى، مش تحمل. ده الواحد تحمل كتير قوي فاكر انه بيصبر. لا، هو في فرق كبير. طبعا طبعا طبعا. ووضحته لنا طبعا. مشكوره دكتور جاسمين انك بتشرحي لنا التفاصيل، لانه الواحد احيانا بيبقى فيه مصطلحات هو عارفها يمكن او فاهمها بشكل مختلف، ولكن في حقيقتها هي ليها معاني مختلفه.